لماذا خلق الله تعالى الإبل من الشياطين؟ وماذا تفعل الإبل في الليل؟ ولماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء بعد أكل لحم الإبل؟ قناة اعرف دينك. ضرب الله عز وجل لنا في القرآن الكريم أمثلة لأشياء خلقها الله عز وجل حتى نعلم قدرته وعظمته وإبداع خلقه، ومن بين هذه المعجزات هي الإبل. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فالإبل جعلت الإنسان عاجزا عن وصف إبداع الله عز وجل في خلقه. فعلى كل مسلم ينبغي له أن يتأمل في آيات الله عز وجل وفي مظاهر خلقه حتى يعظم الله عز وجل ويقدره حق قدره. فالإبل متاع للناس وتحمل أثقالهم على ظهورها لنقلها من مكان إلى مكان آخر، كما أباح الله عز وجل للناس الأكل من لحومها والانتفاع من ألبانها وشرابها، بل جعل لهم في بعرها فائدة فهم يوقدون بها، وجعل في جلودها منافع عظيمة. فإن الإبل تجمع بها أربع صفات، فهي حلوبة وركوبة وأكولة وحمولة، ولكن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ إذا أكلنا من لحم الإبل، وأن لا نصلي في أماكن الإبل الخاصة بالتربية. فعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: من؟ قال: من لحوم الإبل. قال: نعم. وهذا الحديث أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أكل من لحم الإبل فعليه الوضوء من الرجال والنساء، كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما الصلاة في أماكن وجود الإبل. ففي الحديث الذي أخرجه ابن ماجه وابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في الإبل، فإنها خلقت من الشياطين. وفي رواية للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها من الجن خلقت، ألا ترون عيونها وهيبتها إذا نفرت؟ وصلوا في مرابض الغنم، فإنها هي أقرب من الرحمة. ولكن لم يقف العلماء على الكيفية التي خلقت بها الإبل خصيصا، لأنه معلوم أن كل شيء في الكون خلق بأمر من الله سبحانه وتعالى، وقول الله له كن فيكون. قال عز من قائل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن فسر ابن قتيبة رحمه الله: الله خلق الإبل من الشياطين، فإنها خلقت من جنس خلقت منه الشياطين. وقد ورد في حديث آخر: إنها خلقت من أعيان الشياطين، أي من وجوه نبها. ويجوز أن يكون خلقت في أصلها من نار كما خلق الجن من النار، ثم توالدت كما توالدت الجن. ولكن الخطابي يقول إنه نسبت إلى الشياطين بما فيها من النفور والشرود. قال: والعرب تسمى كل مارد شيطانا. وقال أبو عبيد المراد: إن الإبل في أخلاقها وطباعها تشبه طباع الشياطين. وقال ابن حبان: بأن خلقت من الشياطين، بأن معها شياطين على سبيل المجاورة والقرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها خلقت من الشياطين، أي أراد به أن معها الشياطين. وهكذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنه شيطان. لذلك لا تجوز الصلاة في المواضع التي قد تكون فيها الشياطين، ثم تجوز الصلاة على الشيطان نفسه. بل معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها خلقت من الشياطين، أي أراد به أن معها الشياطين على سبيل المجاورة والقرب. ولكن أراء العلماء بعد عدة أبحاث قالوا أن الجمل خلقت ممن خلقت منه الجن من النار، وقالوا آخرون أن معنى ذلك إنها خلقت من النار، وقال علماء آخرون أن معنى ذلك إنها خلقت على صفة تشبه صفة الجن، فهي كثيرة النفور والشرود، فتشوش على المصلي وتمنع الخشوع. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
إذا رأيت جمل ميت في الصحراء فلا تقترب منه أبدا، إنه خطير جدا. هو ألا تحاول أن تلمس أي جمل ميت في الصحراء، فتكون بذلك خطر كبير جدا عليك، لأن كما ذكرنا سابقا تحتوي منطقة الحدبة أو السنام على كمية كبيرة من الدهون، وعندما يموت الجمل تبقى هذه الكمية الكبيرة من الدهون داخل الجسم، وتكون الدهون في حالة ضغط شديدة جدا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في الصحراء. هذا يعني انه مجرد لمس الجمل لمسة بسيطة جدا سيؤدي ذلك الى انفجار الجسم بالكامل لكمية كبيرة من الدهون، بحيث تحتوي هذه الدهون على العديد من العناصر الهامة التي تزود الحيوان بالطاقة. لاحتوائها على كمية كبيرة جدا من ثاني اكسيد الكربون، مما يعني ان الجمل قنبلة موقوتة، حتى يكون جلد الجمل في حالة جافة وضعيفة جدا، مما يؤكد ان لمسة واحدة فقط ستسبب هذا الضرر الجسيم في وجهك، بالاضافة الى دخول العديد من الكائنات الحية الدقيقة داخل جسم الابل، مما يؤدي الى تكوين كمية كبيرة من الغاز. كل هذا يتجمع داخل البعير الميت، مما يعني انه خطير جدا. سيؤثر هذا الانفجار على العديد من الاشخاص الذين يقفون بالقرب من هذا الجمل، بالاضافة الى ان هذا الغاز الذي يخرج من الجمل له رائحة كريهة جدا. وفي كثير من الاحيان كثير من الناس يعتقدون ان هذا الجمل ميت، والذي يحتوي على كمية كبيرة من الماء الموجودة داخل انفه، لكن في الحقيقة توجد هذه المياه على شكل دهون ولا يمكن الحصول عليها. حتى السوائل داخل جسدها تحتوي على كمية كبيرة جدا وخطيرة من البكتيريا الضارة، والتي إذا شربتها ستتعرض للعديد من الأمراض وينتهي بك الأمر في المستشفى. لذلك لا تقترب من الجمل الميت في الصحراء، لأنك ستواجه العديد من المشاكل الخطيرة. الحوت. في كثير من الأحيان كثير من الناس على الشواطئ تستطيع رؤية مجموعة كبيرة من الحيتان الميتة لا يمكن أن يعود إلى الماء مرة أخرى وينتهي به المطاف على الشاطئ، لكن هذا لا يعني أن الحيتان تموت بسبب عدم قدرتها على العودة مرة أخرى إلى الماء. في الواقع تلوث الماء بكميات كبيرة من القمامة يجعل السباحة صعبة للغاية له، حيث أن العديد من الكائنات البحرية معرضة للعديد من الأخطار. حتى عندما يؤثر الاحترار العالمي على القطب الشمالي والقطب الجنوبي، هذا يجعل الحيتان في وقت معين من السنة تذهب إلى أماكن غريبة لا يستطيع البشر التعرف عليها، كما هو واضح في هذا المقطع. يحاول بعض الأشخاص استخدام هذه الجثث ومحاولة إحداث ثقب فيها، لكن هذا أدى في النهاية إلى الانفجار، حيث أن الجسم يحتوي على كمية كبيرة جدا من الغازات الخطيرة التي أدت في النهاية إلى تكوين قنبلة موقوتة من هذا الحيوان، بالإضافة إلى احتوائه على كمية كبيرة جدا من البكتيريا الخطيرة والميكروبات الضارة التي تؤدي إلى انتفاخ الجسم حتى يتعرض للانفجار، بالإضافة إلى تغيير درجات الحرارة وعوامل الضغط تحت سطح الماء وعلى الشاطئ. هذا يؤدي في النهاية إلى العديد من التغيرات الجسدية في جسم الحوت، حتى ينتهي الأمر بهذه الطريقة. في كثير من الأحيان يحاول العلماء تحريك جثة الحوت باستخدام الرافعة، ويصادف أن يكون جسد الحوت سابقا وينفجر. قناة اعرف دينك.